في الفرع ديال القيطرة. احنا اليوم هنا ماشي عبثا، احنا اليوم هنا بعد معاناة ديال 17 سنة والمحاكم لغاية الآن باغي يصفونا. السؤال مطروح عريض، هذه المحاكم فين باغي نوصلوا معنا؟ شنو باغي بالضبط؟ إذا لاحظتوا الشعارات الآن هما تيأكدوا الأحقية ديالنا في هذه في هذه في هذه في هذه في هذه في هذه القضية هذه. خرجنا في 2004 بعد ما تقصات تحيدت لنا واحد 40% سماوا هما الكود اباتمون اللي كان ظلما وعدوانا، وفي الحقيقة لم تكن بتاتا عند الطابع القانوني أو الصيغة القانونية. التجئنا للقضاء منذ 2004 ونحن في القضاء إلى يومنا هذا. نحن سنعتبر هذه آخر محطة عندنا، آخر محطة لنا. لن نغادر هذا المكان حتى تتحقق المطالب ديالنا، مهما كلف ذلك من ثمن. لن نغادر هذا المكان. حنا ما طالبينش هذا الرئيس الاتحاد اللي هي حنا طالبوا يا إما يعطي أمر بالتنفيذ ديال الأحكام أو يعطينا محضر ديال الامتناع، محضر ديال الامتناع الشركة عن التنفيذ. وهذيك ذاك الساعة غادي يكون عندنا كلام آخر. ولكن هذه المحكمة الآن المحكمة الإدارية الشخص الرئيس ديالها وقاد التنفيذ شد الملفات عندهم. شنو بغا يديروا بهم الله اعلم. دابا الان اخر ما وعدنا به الرئيس، وعدنا قال لك بغيت تعطيهم واحد المهله ديال شهر او شهرين يمكن باغي يختبر قال لك النوايا ديال الاداره. حنا ما نستعدينش ننتظروا شهر ولا شهرين. هنا جوج حوايج، يا اما القاضي يعطي امر بالتنفيذ ويمشيو ينفذونا الاحكام، يا اما يعطينا محاضر ديال عدم قبول التنفيذ. هذا شغل كاين ديك الساعه عندنا الطرق غادي نتلجؤوا ليها. شكرا. شكرا لكم. شكرا. الوقفه اللي كاينه اليوم. اولا نشكركم انتم كذلك الصحافه اللي صاروا معنا اليوم على تغطيه هذا الحدث. هذا الحدث طبعا اولا باسم انا كنمثل المتقاعدين المتقاعده في الحرم ديال مدينه تطوان، هي شركه التسويق ديال تطوان. جينا كنحضروا في هذا اللقاء الى جانب الاخوان ديالنا، وكذلك كاين اخوان جوا من الصعيد الوطني من مراكش، مكادير، من فاس، من مراكش الى اخره. شفنا هذا الحدث هذا، جينا في هذه الوقفه الاحتجاجيه امام المحكمه الاداريه. هذه الوقفه ديال المتقاعدين ديال التسويق ماشي جاو عملوها، لان صبروا الصبر ايوب. علاش؟ لان هذا المشكل اللي عندنا ديال 24% اللي حيدونا حيدتنا اللي ظلمونا فيها، بحيث حنا ما جيناش كنطلبوا شي حاجه، حنا كنطلبوا حقنا يرجعنا ياخذوه منا. هذاك هذاك الشيء اللي خداوه منا التجأنا للقضاء ودوزنا جميع المراحل ديال القضاء، من المحكمة المدنية أولا في البداية، من المحكمة الإدارية قال لك سيدي ما عدم اختصاص، من بعد دوزنا المحكمة المدنية، المحكمة المدنية دوزنا جميع المراحل ابتدائية واستئنافية والنقل، وبعد قال لك لا خصكم تدوزوا على المحكمة الإدارية. جينا كذلك المحكمة الإدارية دوزنا جميع المراحل ديال الحكم، المحاكم كينصفونا في المنطق ديال الحكم، عندنا أحكام نهائية ولكن المشكل التنفيذ ما كاينش. صبرنا وصبرنا صبرنا ولكن التنفيذ ما كاينش. أخير شنو هما المطالب ديالكم؟ المطالب ديالنا هو تنفيذ أحكام، هذه الأحكام اللي صدرت خصها تنفذ. وعلاش؟ ما معنى أن حكم الإنسان يحطو في الآخر ساعة ما كيتنفذش؟ هذه القضية هذه راه تعاهد ديال صاحب الجلالة قال القول ديالو فيها على أن يستغربوا فيديو علاش أن الأحكام كتصدر وما كتنفذش. على هذا الشيء هذا خلينا حنا كنعرفوا على ان اللي ظلمنا هي الاداره، ما يمكنناش اننا نمشيو نحتجوا على الاداره، لان التجأنا للقضاء والقضاء انصفنا، ولكن خصو يكمل الانصاف ديالو بلاش التنفيذ للاحكام اللي صدرت. بسم الله الحاج سي اسماعيل. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بنا نداء ديال الجمعيه الوطنيه للمغادره الطوعيه في هذا الاحتجاج، من بعد الاخوان المناضلين استنفذوا
جميع الشكايات، استنفذوا جميع المراسلات سواء على مستوى الدولة، سواء على مستوى الإدارة، سواء على مستوى المحكمة، سواء على مستوى المجموعة إمبريال توباكو، ولكن ما كاينش اللي بغى يستجيب لينا. اليوم الإخوان ديال الجمعية الوطنية للمغادرة الطوعية بمعية 4 ديال الجمعيات اللي هما كيجتهدوا وكيقوموا بواحد العمل جبار كنشكرهم عليه، لأنه حنايا كما قلنا لهم حنا جنود مجندين وراءهم، واليوم حنا لبينا هذا النداء، وهذا الشيء اليوم هو كيفرح، لأنه هو هذا الرقم العددي اللي كاين ديال هاد الإخوان والأخوات اللي هما سميتو جاو، فهو كيفرح. فبهذه المناسبة نناشد جميع الدوائر المسؤولة من محكمة ودولة ورئاسة الحكومة السيد عبد النباوي وصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، على أساس بما أنه هو يدخل التدخل الفوري والعاجل لإعطاء الحق لأصحابه. نحن أصحاب حق، يكون الإنسان أصحاب حق، نحن كنطبقوا الخطابات اللي كتجي ديال سيدنا اللي هي كتنافى مع الشيء اللي كيدار في المحاكم وفي الإدارات. فسيدنا كيهضر بلغة صريحة وواضحة، والأحكام اللي هي تنفذات ما بغاوش ينفذوها لنا. هناك جهات ربما كبيرة لا يعلمها إلا الله هي التي وراء هذا الحصر ديال التنفيذ، ولهذا أكرر مرة ثانية وأناشد ملك البلاد صاحب الجلالة ناصر المظلومين بعاطي حق المظلومين، وإننا نحن من المظلومين ونطلبه. وأكثر من هذا، فإن شركة التبغ كان وليا للعهد وسمي المركب الرياضي سيدي محمد باسمه، هذا يدل على بما أنه هو دائما هو في جانب أسرة التبغ ومع أسرة التبغ. ونتمنى من هذه الوقفة الاحتجاجية تكلم بالنجاح وأن تؤتي ثمارها، وأن يستجيب المدير للشركة، لأنه ونعلم أن المستثمرين الذين يأتون إلى المغرب هم لا يبحثون إلا عن الربح، لا نقول لهم العكس، ولكن الربح بدون هضم حقوق الغير، بدون سميتو السطو على المكاسب. إننا اليوم وقفة احتجاجية لربع الأسرة باش ترجع لنا المعاشات ديالنا، ولكن بالمناسبة وأغتنم المناسبة، هناك مسائل اجتماعية أكثر بكثير 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 على هذا 24%، على وهي التعاضدية. احنا كنعرفوا الإخوان بما أنه هو الوقت اللي كان بغيو نسميتو ندوزو، احنا كنا مراد، وكما كيقولوا بعض الإخوان جزاهم الله بخير، والأخ عبد الكريم دائما كيقولها والثابت كيقول لك ما بقات لنا غير دورة، ما بقات لنا غير دورة. فعلا عبدو ربي اللي قدامكم راه 73 سنة، والإخوان هنا كتشوفوا الوجوه ديالنا كيولات. كنتمناو بما أنه هو هاد الوقفة الاحتجاجية تؤتي أكلاها وما يطولش هادشي، لأنه 17 سنة كفى من التماطول. التماطول هذا راه مرضنا وحنا كنشوفوا بما أنه هناك أرامل، هناك أيتام، هناك شيوخ، هناك ناس اللي هي تقريبا عايشة غير في سميتو. راه المخير فينا الإخوان، راه الوقت اللي داروا ديك الاتفاقية مع السفاك راه المخير فينا، راه غرق الإخوان. ولهذا نناشد من هذا المنبر السيد رئيس المحكمة الإدارية أن يعجل بالتنفيذ، ولن نتسامح ونتساهل حتى يتحقق النصر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواننا جميع الإخوان نطرقوا الموضوع ديال هذا الاحتجاج هذا في هذا النهار هذا، وبصفتنا كقنيطريين كجمعية ديال المغادرة الطوعية وكجمعية ديال أسرة التبغ القنيطرة، حنا تنأيدوا هذا الاحتجاج هذا اللي تتصارع عليه الجمعية ديال المغادرة، ومن أجل الحقوق ديالنا والمكتسبات ديالنا اللي مهضومة هذه 17 سنة، وتنطالبوا بتنفيذ الأحكام. هذا هو اللي كاين، الله يعاون. السلام عليكم. كر أخبار الفجر على التغطية ديالهم لهذه الوقفة ديالنا الاحتجاجية. كنشكرهم شكر جزيل على هذه الوقفة اللي وقفوا معنا، لأن احنا في حاجة إلى الإعلام ورأس هذه القناة ديال أخبار الفجر. الموضوع اللي احنا واقفين اليوم هنا هو على تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة باسم صاحب الجلالة اللي عندنا. 17 عام وحنا في القضاء، 17 عام وحنا كالمعاناة، 17 عام وحنا مصاريف الرسوم القضائية، المحامون،
اليوم اللي تحكم لنا بالتنفيذ بدات المحكمه باش علاش كنحتجوا امامها بدات كتلكك علينا في تنفيذ الاحكام. فهذا هو اللي جعلنا لنا نوقفوا مباراه. الوقفه كان خاصها تكون امام باب الاداره اللي امتنعات على انها تنفذ احكام ضدها، لكن احنا ما نعاتب على المسؤولين القضائيين في المحكمه الاداريه انهم اللي وصلوا لمرحله التنفيذ ما بقوش باغيين ينفذوا. كيقولوا لنا راهم قال لك غادي ينفذوا صبروا علينا، احنا شي طلع لنا في الراس خبرنا المعني بالامر هما المتقاعدين على الصعيد الوطني. احنا اليوم كنحضروا من طنجه الى الكويره ماشي بالكذوب، رحنا في ساحه ديال الاحباس عندها تاريخ سياسي. احنا امام مسجدين، احنا في عمرنا 70 سنه ما بقيناش غادي نكذبوا، احنا كنشوفوها في القبر. احنا عندنا احكام نهائيه نطالب بتنفيذها. احنا كنلعبوا على عامل الوقت، احنا كل شهر كل سيمانه كان كيموت فينا واحد جوج. ملي كنقول انا من طنجه الى الكويره اي من طنجه الى الكويره اي من تطوان وجايين القنيطره. اخوان السلام عليكم، كنشكروا قناه الفجر اللي جات اليوم تساند المتقاعدين اليوم قدام المحكمه الاداريه بالدار البيضاء. واليوم جميع المتقاعدين اللي لبوا النداء من جميع المدن المغربيه يعني من طنجه حتى الكويره كنظن، لان كاين متقاعدين اللي خرجوا تقاعد ومشاو المناطق النائيه. اليوم عندنا تقريبا 660 ملف على الصعيد ديال المحكمه الابتدائيه والاستئنافيه، وفي هذه الاحكام اللي هي احكام نهائيه عندنا 220 ملف مفتوح على الصعيد ديال المحكمه الاداريه ديال الدار البيضاء في التنفيذ. وبعد 17 عام ديال التقاضي دزناه من المحكمه الاجتماعيه اللي كان القرار ديال محكمه النقد باش رجعت جميع هاد القرارات رجعتهم من المحكمه الاداريه. وبطبيعه الحال الاخوان بداوا من جديد على الصعيد ديال المحكمه الاداريه من 2017، وكيف قلت بانه عندنا احكام نهائيه الان اللي حاصلين عليها والتنفيذ باقا كتقبع في المحكمه الاداريه، رغم ان الجهود اللي قاموا بهم الجمعيات وعلى راسهم الجمعيه ديال المغادره الطوعيه ومشكورين، وجميع الاخوان الفعاليات حتى الجمعيات اللي كاين على الصعيد ديال المملكه بما فيها الاخوان ديال القنيطره وديال تطوان واكادير، داروا جميع الجهودات واتصلوا بالرئيس ديال المحكمه الاداريه